يا اخي يا اخي مصيبه والله. اليوم يسالني واحد يقول لي شيخنا ايش دعوه هالقد عندكم ولع انتم بالقبور؟ ها؟ وهي عندكم ولع بالقبور تزوروها؟ قلت له اخي انت مطلع على تاريخك؟ انت لما تسال اريد اسالك مطلع على تاريخك يولا وحده. اثنين لما اريد اجيب لك الدليل تفهمه اكو عندك انت معلومات علميه لما اناقشك تعرف الدليل؟ قلت له يا اخي دخل الفت نظرك اولا الى تاريخك، ترى كتب الصحاح وكتب السنن المتبعه كلها تعتبر الزياره امر مستحب، واللي ما يعتبره مستحب يعتبره جائز. شو تنبه لي زين؟ والنبي صلى الله عليه واله امر بزياره القبور، قال كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها فانها ترقق القلب وتذكر الاخره. وقلت لأئمة المسلمين كلهم كانوا يزورون، أكثر من هذا يزورون من زار، مو بس يزورون. يعني خل أضرب لك مثل، هذا عبيدة السلماني، عبيدة السلماني إجا ليه واحد قال له إحنا عندنا شعرة، عندنا شعرة من رسول الله صلى الله عليه وآله أخذناها عن طريق أنس ابن مالك. قال له شعرة من شعر النبي؟ قال له نعم. قال له والله لو أحصل لي جزء من عدها هذا أفضل لي من ذهب الدنيا وفضتها. جين إذا شعر عنده يعقب عليه الذهبي، يقول حتى إحنا لو ما حصلنا شعر من النبي لكن الإيد اللي لمست إيد صحابي، صحابي إيد لمست إيد النبي، هاي لازم نأخذها نقبلها. وتنبه لي جين، هاي اشبه شيخ اوضح لك المحاوره اللي صارت بين الامام الصادق سلام الله عليه وبين ابي حنيفه المذهب الاسلامي المعروف. الامام الصادق طالع فد يوم بيد اخي زرانة، سال ابو حنيفه قال له يا ابن رسول الله ما هذه؟ قال له هاي خيزرانة النبي كان يلزمها بيده لما يخطب يمسكها بيده. قال له عجيب، هاي كان يمسكها النبي بيده؟ قال له بلى. قال له طنيها. قال له ليش؟ قال اريد ان اقبلها، هذا الشيء اللي كان يمشك النبي اريد اقبله. قال الامام لا، شو وداك للعصر؟ تفضل هذا ايدي، هاي هذا دمي ولحمي، ها انا دم رسول الله ولحم رسول الله، ليش تروح تدور لك عصايه؟ ها اتامل. هذا ثابت البناني كان اذا شاف انس ابن مالك طارد ياخذ ايده يقبلها، يقول له الايد اللي لامست ايد النبي ما اخليها تفوت من عندي دون ان اقبلها. اكثر من هذا الذهبي يقول اذا واحد ما قدر يقبل الحجر، اذا شاف لواحد حج رايح الى مكه قبل الحجر، يقول هذا الحجر قبله النبي، ويجي هذا الحج يحط حلقه بالمكان اللي حط رسول الله حط وضع فيه فمه، انا اجي اقبل فم هذا الحاج ايضا. ليش؟ لانه قبل موضعا قبله رسول الله. تريد تنبه لي؟ لما ترجع أئمة المسلمين كانوا يطاردون إلى القبور يحتضنوها ويدعون عدها ويصلون. إذا ما أكو شائبة شرك، شائبة شرك ما أكو، شائبة عبادة ما أكو، أنا هذا ولي أولا أكرمه، ثانيا العلة أني لما أقف أخذ عظة وعبرة، ثالثا أن هذا مهبط رحمات، وانا اجي هناك جاي ادعو الله، ما جاي ادعو هذا الرجل عبد من عبيد الله. فعلى العموم مو موضوعنا هذا حتى شوي نتوسع به، لكن اريد ابين. قلت له هذا يا اخي اولا ترجع لتاريخك اقرا شوف شكو بالدنيا، ها وحده. ثانيا ارجع للدليل، شوف الدليل يمنع من الزياره او لا ما يمنع. النبي كان يزور مسجد قبا، ولذلك محمد بن قدامه المقدشي يستدل على زيارة القبور بأن النبي كان يزور المساجد ويزور القبور. فاطمة الزهراء كان تطلع إلى قبر عمها حمزة ابن عبد المطلب تجلس عليه وتبكي وتصلي عنده وترجع. أرجوك أنا خليني آخذ حكمي عن فاطمة الزهراء، ها خليني آخذ منها السجنة من فرع رسول الله، وروح أخذ حكمك منين ما تريد. ها لا، يعني المسألة الواقع الإنسان يجب أن يضع يده على الدليل ولا يعنيه ما يذهب إليه الآخرون.